احنا اول شيء نشكر الكابتن واللواء على هذه المبادره، وهذه مو اول مبادره، يعني شيء جديد. وهذه مبادرتنا اليوم هي احنا عجبتنا، بالاخص احنا اهل الدراجات. هذه المبادره صارت عندنا انه نوزع الخوذ الهلمت، الخوذ انه تحمي سائق الدراجه. فنتمنى احنا نوصل هذه الصوره الى سائق الدراجه انه يلبس، احنا كفريق احنا لابسينها مو فقط انه كاشخين بها، لا، لابسينها لاجل سلامتنا. نتمنى كل سائق دراجه يلبس هذه الخوذه لاجل سلامته. احنا لازم ننشر هذا الوعي، واحنا يعني حاملين هذه المسؤوليه، لان احنا كوننا من اهل البصره والبصره تستاهل. ذاك الاسبوع يعني صار عندنا مبادره توزيع احتياجات الايتام، قبلها جيش، قبلها شرطه، والحمد لله وشكر ماشي هاي المبادره. حفله تثقيفيه يعني ازيد راكبين الدراجات بدون ما ملتزمه بالسيفتي الكامل. يعني ندعي لهم بان يلتزمون بهذا السيفتي، يعني باهم شغله خصوص سلامتهم. عددنا 28 ل 30، مشاركات دوليه عندنا. رحنا اخر سفره انه لبنان، سوريا، قبلها شاركت اردن، قبلها شارك، يعني نادينا الحمد لله رافع راسي. من نزل السياره مشيت الدراجات، يعني رف قلبي عليها صدق، رف قلبي، لان قلت لك انا سنين ثمانيه كلها على امزه 250، انا عندي انا معلم وين؟ بالفاو، فاروح واجي بالدراجه، اي اروح واجي اكثر من 110 كيلو من الفاو، انا اروح اجيب الدراجه. ملتزم قواعد الكل، حتى سبير اشيل، تيوب واحدة اشيل، معدات التصليح بالطريق انا اوقف واسوي، اذا صار عندي بنشر راسا اوقف وبدل تيوب، بادره جيده الخوذه سلامه 100% لسائق الدراجه، 100% لسلام سائق الدراجه. ويعني انا سمي شفتهم قلت لك حنيت الايام زمان، حنيت ايام الدراجه، حنيت الامزت، فكيف هسه هاي الدراجات الحديثه اللي كلها هوندا وكلها امريكي ومقبوطات، انا على الامزت مال المانيا الديمقراطيه، مو بس الغرامه، لا هي ذوق واخلاق، ها ذوق واخلاق، السياقه اي سياقه، الدراجه او السياره، هي ذوق واخلاق. اذا ابو الدراجه وما يلتزم، ما يلتزم بالاخلاق، وما يلتزم بالشارع، وما يلتزم باشارات المرور، لا ماكو فايده. اذا احنا ناس هذول الشباب ما اعتقد واحد بيهم يقصر بسلامه الطريق.